يستعد مركز البحرين العالمي للمعارض لاحتضان مجموعة متنوعة من الفعاليات المتميزة خلال الفترة من أكتوبر الجاري حتى مطلع العام المقبل، ما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي رائد في سياحة الأعمال وقطاع المؤتمرات والمعارض. بهذه المناسبة أعلنت السيدة سارة بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض رئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض، أعلنت أجندة جديدة من الفعاليات المزمع استضافتها خلال الأشهر المقبلة في المركز الذي تمكن بفضل بنيته التحتية من أن يصبح حجر الزاوية في استراتيجية سياحة الأعمال على مستوى المملكة. وأضافت بوحجي أن الفعاليات ستتنوع ما بين معارض متخصصة وفعاليات دولية تعقد لأول مرة في مملكة البحرين، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة والمركز كوجهة عالمية مفضلة للابتكار والأعمال، ويدعم الجهود المتواصلة لاستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية وإبراز المزايا التنافسية والنوعية لمملكة البحرين.